قاعة إدريس الشكيري بمدينة الجديدة في كدوري وطني يجي شامل مجموعة ديال الجمعيات من أنحاء الوطن وطننا عدة مدن مشاركت بهذا الدوري. الحمد لله كان واحد إقبال على هذا النشاط هذا اللي خصناه بالواقع الإلكتروني. لأول مرة كيتقام دوري بالواقع الإلكتروني بمدينة الجديدة. شرف المدينة الجديدة وشرف العصبة دكالة بهذا الحفل وشرف معك جميعا لهذا الحفل نشاط لرياضة التايكواندو بحضور طاقم تحكيم كحكام وطنيين رسميين وكذلك حكام دوليين. لأن حاضر معنا حكم مشرف عن التحكيم حكم الدولي والأولمبي طارق بن راضي اللي هو كيشرفنا اليوم بالحضور ديالو اللي كيدعم الأبطال وكيدعم رياضة التايكواندو هنا في المدينة الجديدة اللي كنوصل الشكر لجميع الأبطال الحاضرين والمدربين لأنهم ساهموا بالقساوة وجميع الناس الحاضرين وكذلك الاباء والامهات اللي تم متابعين الابناء ديالهم في هذه الرياضه. رياضه نبيله اللي لا تحتاج للذكر انها رياضه اولمبيه رياضه عريقه رياضه في المستوى الحمد لله. الامور الحمد لله غدا بهذا النشاط اللي غادي يعطينا واحد الدعم البطل اللي غادي يمثلنا في المحافل الوطنيه وعلاش لا ان شاء الله في المحافل الدوليه. Thank you.